للحديث أكثر عن البيان الذي وقع عليه قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بالمشاركة مع عدد من المنظمات الحقوقية بشأن انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن العاني، مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. مثلتم في قسم حقوق الإنسان هيئة علماء المسلمين في العراق موقعين على البيان الذي أصدرته عدد من المنظمات الحقوقية رفضا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين في القدس وحي الشيخ جراح. كيف تصفون ما يحدث في القدس وحي الشيخ جراح من الناحية القانونية؟ كيف ترونه؟ تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين الكرام، وتحية إكبار وإجلال حقيقة للمرابطين في المسجد الأقصى وللفلسطينيين ولأهل غزة أيضا. حقيقة الوصف القانوني لما يحدث اليوم في حي الشيخ جراح هو انتزاع ملكية المدنيين من قبل قوة عسكرية غاشمة محتلة، انتزاعها بالقوة هذه الملكية وفرض التهجير والترحيل القسري على المدنيين الذين يعيشون آمنين في منازلهم وممتلكاتهم. هذا طبعا في حي الشيخ جراح وفي مناطق أخرى من فلسطين المحتلة، لكن يعني هذا هو فيما نحن فيه اليوم، هو مسألة حي الشيخ جراح. وتأتي هذه الأهمية حقيقة للموقع المهم لهذا الحي وللحيثيات التي حدثت وبدأت في نيسان الماضي في نية قوات الاحتلال الصهيوني، زي مثل ما ذكرت، هو نزع ملكية العقارات والبيوت والمنازل المدنية والأملاك المدنية وفرض حالة التهجير على سكانها. إذا ما الواجب الآن على المنظمات الحقوقية والقانونية فعله لوقف هذه الجريمة؟ وهذه الجريمة طبعا مثل ما تفضلتم تندرج ضمن بند التهجير القسري. نعم، هذا أخي الواجب اليوم هو أولا رفع الوعي الشعبي والرأي العام المحلي والعالمي لهذه القضية وإثارتها وجعلها يعني إعادة ملفها أمام الإعلام، ومهمة أيضا في موضوع وقف العدوان ووضع حد لما يجري في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وفي قطاع غزة وفي مناطق أخرى من فلسطين المحتلة. وهذا الأمر يستدعي وقوف دولي عالمي أمام هذه الهجمة الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الآمنين، وتقتل الأطفال وتشرد العائلات المدنية، وبالنتيجة لدينا جريمة حرب مكتملة الأركان في حي الشيخ جراح وفي قطاع غزة. وهذا الأمر طبعا هذه جريمة ضمن سلسلة جرائم اعتادت قوات الاحتلال الصهيوني على ارتكابها في الأراضي الفلسطينية بسبب الدعم الدولي لهذا الكيان الغاصب، ولا سيما من قبل أمريكا والدول الغربية أخرى. طيب. دكتور أيمن العاني، يعني ماذا عن منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن؟ ما الدور المنوط بهما من المفترض؟ يعني وخاصة يعني هل يمكن تمرير شكوى أو تقديم شكوى ضمن منظمة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أمام يعني حق الفيتو الذي تتمتع به يعني الدول الداعمة للاحتلال؟ أخي الكريم، هذه طبعا مشكلة يعني قديمة جديدة، هو مسألة الفيتو الذي تمتلكه هذه الدول. لكن الأمم المتحدة أصل التأسيس لها تأسست على أساس توفير الحماية للمدنيين ولشعوب العالم، وهذا اليوم هي مطالبة حقيقة بوقفة حاسمة وجادة
لتوفير الحماية للمقدسيين وللفلسطينيين ولأهل غزة من هذه الهجمات الغاشمة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني والمجازر الجماعية التي ترتكبها والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال. خلال أقل من أسبوع قتلت إسرائيل عشرات الأطفال وهي تدعي أنها تستهدف أهدافا عسكرية، وطبعا إضافة إلى مئات المدنيين والذين سقطوا شهداء بفعل آلة الحرب الصهيونية التي يعني حقيقة تتصرف بكل وقاحة وبكل غطرسة بسبب طيب دكتور أيمن، الدعم الذي تقدمه الدول الغربية. نعم. الحديث هنا عن جريمة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي أيضا يذكرنا أو يجرنا للحديث عن ما يجري في العراق. ما أوجه الشبه والمقارنة في ما يجري في فلسطين وفي العراق؟ أخي الكريم، هذه الحالات حقيقة يعني الحالتان متماثلتان، لأنه هي يعني تعكس التخادم الأمريكي الإيراني في المنطقة، وما يحدث في العراق هو ذاته ما يحدث في فلسطين والقدس. وهذا طبعا لأن يعني الجهات التي ترتكب هذه الجرائم الهدف التي تقف وراءه هو هدف واحد، وهو تهجير وإثارة بؤر التوتر في المنطقة. وهذا طبعا هو ضرب من هذه الضروب من ضروب يعني توفير هذه التوترات في المنطقة لشغل العالم وشغل الرأي العام العالمي وخلط الأوراق في سبيل تمرير المشاريع التوسعية، سواء إذا كانت في بالنسبة للكيان الصهيوني ومن وراءه أمريكا، أو بالنسبة لإيران والتخادم الإيراني الأمريكي الحاصل في العراق وفي المنطقة. نشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن العاني، مسؤول في هيئة علماء المسلمين.